مدينة العلمين الجديدة هتكون معانا النهاردة في أكتر من ترند، وخصوصاً أنها الأسبوع ده كانت حديث العالم كله تقريباً. كلنا عارفين وبنقول دايماً أن مصر هي بلد الأمن والأمان، بس من أيام قليلة في فيديو اتصدر ترند تقريباً في العالم كله وبثته كتير من المواقع والصحف الأجنبية، بيأكد على صحة المقولة دي بشكل عملي وواقعي. وأكيد أنا هنا بتكلم عن الفيديو اللي انتشر في السوشيال ميديا لزيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات لمصر ولكمان مدينة العلمين الجديدة تحديداً. وظهر في الفيديو ده وهو بيتمشى في شوارع العلمين، وطبعاً بيتكلم مع الناس وبيصور معهم من غير أي حراسة. والحقيقة أنه كتير من الصحف العربية والأجنبية وملايين الناس على السوشيال ميديا اهتموا بالفيديو للشيخ محمد بن زايد وهو بيتحرك بكل حرية في شوارع العلمين وبيقف وبيصور مع المواطنين، وتصدر الفيديو الترند على أغلب محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.